مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل التحيه ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كيمو، طمنا على الفرقه كريم. النهارده تمرين واحد بس للاهلي، ضغط مباريات كتير، ظروف يعني تعتبر صعبه شويه بسبب الاجهاد. قول لنا وطمن كل جماهير النادي الاهلي من خلال مشاهدتك لاجزاء من المران يا كريم. بالتاكيد طبعا زميلي امير، يعني فتره دقيقه جدا وصعبه جدا وفيها تلاحم كبير الحقيقه لفريق النادي الاهلي في المباريات، وده لود كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين من خلال التحضير ومن خلال المباريات ومن خلال كمان السفر والمشاركه في البطوله الافريقيه. بالتاكيد عارفين ان ده قدر للنادي الاهلي، لكن الامر صعب جدا الحقيقه بالنسبه للجزء البدني والذهني ايضا كمان والتحضير الخاص لفريق النادي الاهلي. لكن يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى باصرار لاعبتنا الكبير وبالجديه المعهوده طبعا عن كل لعيبه النادي الاهلي. الامر بيكون صعب، لكن روح الفانيله الحمراء بنراهن عليها، جمهورنا بنراهن عليه، فان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى مباراه الغد. ان شاء الله مباراه صعبه جدا، وهي مباراه بيراميدز، بعيدا طبعا عن الترتيب وبعيدا طبعا عن كل الامور الخاصه، هي مباراه لها حسابات كبيره جدا عند فريق النادي الاهلي وايضا كمان لدى جمهور النادي الاهلي. وبالتاكيد كمان انت عارف جايه في وقت صعب جدا، يعني النادي الاهلي هيلعب المباراه غدا ثم مباشره يتوجه الى مباراه غايه في الصعوبه لفريق سان داونز، وهي المباراه الاصعب بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. لكن يعني النادي الاهلي معودنا والجهاز الفني معودنا ان احنا بناخد مرحله بمرحله، بنشوف المتغيرات ايه، بنشوف الامور ايه. فان شاء الله باذن الله مباراة الغد ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. تصدر النادي الاهلي لبطوله جدول الدوري العام مهم جدا غدا قبل مباراه سان داونز. بالتاكيد امير وانت عارف يعني تركيزنا كبير جدا وكل التركيز في مباراه الغد، لكن في حيز اكيد من التفكير رايح لمباراه سان داونز بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه ايضا للاعبين. لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نفصل هذا الامر بشكل كبير، لان الوقت قليل. عارف لو في وقت او في 48 ساعه تقدر ان انت تفصل من مباراه بيراميدز تاخد نفسك بس، الامر بيكون يعني يكون في تحضير بالظبط من جانب تاخد نفسك من الناحيه التحضيريه، من ناحيه المحاضرات، من ناحيه فصل البطوله الافريقيه من بطوله الدوري العام. لكن ان شاء الله خلاص يعني النادي الاهلي قدر وهذا الامر، فان شاء الله باذن الله كل المناخ وكل الظروف الصعبه اللي احنا متواجدين فيها دي تكون مع النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الغد، ومنها ان شاء الله لمباراه سان داونز. بشكل عام امير طبعا النهارده التدريب مغلق، هو تدريب وحيد لفريق النادي الاهلي، لكن واضح اكيد بالتاكيد جدا واضح التركيز الكبير وواضح الجديه الموجوده في التدريبات النهارده، وجود الحقيقه الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي لمتابعته مستمرة الحقيقة لتدريبات فريق النادي الأهلي في التوقيت المهم، وده أمر مهم جدا الحقيقة طبعا بالنسبة لكابتن حسام غالي. أيضا كمان يمكن زي ما أنت شرحت أمير طبعا كابتن ضياء السيد مدرب منتخب طبعا الوطني كان متواجد النهارده في المران، بيتابع طبعا اللاعبين وبيشوف حاله اللاعبين، لان انت عارف طبعا خلاص هي مرحله صعبه جدا، والفتره اللي جايه يكون في طبعا عدد من لاعبي النادي الاهلي متواجده في منتخبنا الوطني للمباراه الهامه جدا طبعا. لكن عندنا فصل كبير في مباراه بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله نطمن على لعبتنا. ايضا كمان بيتسو موسيماني ان شاء الله باذن الله يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض بها دي المباراه، لان انت عارف الروتيشن مهم جدا يا امير في هذا الامر، مهم جدا لان انت عندك مباراه ومباراه بعديها على طول السفر 8 ساعات الى سان داونز، لا جيم ثاني خالص بعيد طبعا عن مباراه صندا يعني مباراه بيراميدز. لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ان شاء الله مع الجهاز الطبي والمجهود الرائع والكبير جدا اللي بيقوموا بيه، مع ايضا كمان اخصائي العلاج الطبيعي طبعا والكل متواجد والكل بيتكاتف ان شاء الله لمباراه الغد، ومنها يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه صن داونز المباراه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. طيب. معاك يا امير لو في استفسارات. كريم انا بس عندي فضول اعرف ازاي مستر بيتسو موسيماني بيمرن اللعيبه النهارده، يعني نوع المران ايه؟ هل هو مران بدني وده صعب شويه لان ماتش بكره، مران تدريبات كوره شويه بعض الفقرات بالكوره، تدريبات استشفائيه لان هو المران الوحيد يعني هو معذور في الجزئيه دي، فقول لي كده وقول لكل جماهير النادي الاهلي نوع المران ايه النهارده؟ الحقيقه طبعا يعني بنلتمس كل العذر لبيتسو موسيماني واللاعبين، يعني فعلا اميد طبعا يعني هتدرب النهارده بدني يعني تشتغل تكتيك محتاج فيه سرعات ومحتاج فيه اشتراكات، هتعمل تقسيمه مصغره محتاج فيه مجهود بدني ايضا كمان، امر صعب شويه بالنسبه على الجهاز الفني وعلى التحضير، لكن من الواضح طبعا في التدريبات ما اقدرش اقول جزء بدني على قد ما هو تسخين فقط لغير لمده 5 او 10 دقائق، ومنها مباشره بعض التاكيدات بقى على التكتيك، كلها يمكن حاجات فيها تمركزات ما فيهاش سبرنتات ما فيهاش قوه او سرعه، لان الامر صعب جدا والضغط كتير جدا، لكن من الواضح الراجل بيحفظ طبعا كل لعيبه النادي الاهلي، الراجل طبعا بدا المحاضره قعدته طبعا قبل المباراه لشرح كل نقاط القوه والضعف والثغرات، لكن الامر بيكون صعب بالنسبه للجرعه التدريبيه بالكامل، الجرعه التدريبيه ممكن تستغرق ساعه وساعه ونص، لكن محتواها كله امير هيكون تكتيك ما فيهوش اي سبرنتات، في ممكن يكون شوتنج بسيط حاجات كلها فينش على المرمى، لكن ما اقدرش اقول ان هي جرعه تدريبيه قويه، لان خلاص ما يقدرش ان هو يعمل تدريب، وبكره ايضا كمان يكون مباراه صعبه جدا ومنها مباشره سفر كبير جدا على فريق النادي الاهلي، لكن الجديه بنراهن عليها والاصرار بنراهن عليه وروح الفانيله الحمراء بنراهن عليها مع فريق النادي الاهلي رغم كل الصعوبات، فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا زي ما يمكن ادت اداء ممتاز الحقيقه في المباراه الاخيره طبعا مباراه المريخ التجاري، ان شاء الله باذن الله يكون في فصل كبير جدا ويكون في تركيز اقوى واكبر لمباراه
بيراميدز المباراه طبعا مباراه الغد على استاد الاهلي والسلام بالظبط هتفرق معانا بشكل كبير جدا ان شاء الله سواء في بطوله الدوري العام ومعنويا وذهنيا تفرق معانا كبير جدا ان شاء الله مع مباراه صن داونز. طيب كريم بقى قول لي بدر بانون وانا عارف ان انت هتقول لي المعلومه الامور ماشيه ازاي بالنسبه له لان يعني انت عارف الاقاويل كتير جدا على بدر بانون بدر هيرجع بدر لسه قدامه شويه الوضع بالنسبه لبدر بانون ايه ونفس الحال برضه بالنسبه لكوكا يعني عايزين نطمن على الاثنين ممكن امتى يشاركوا في التدريبات بشكل عادي يعني نقدر نقول طبعا في البدايه بدر بانون قيمه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي ومنتخب ايضا المغرب ويعني بنتمنى ان شاء الله بدر يعود سريعا لكن الحقيقه يعني من خلال اسئلتنا ومن خلال التقارير الطبيه طبعا ورئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبد اللي جمعني بيه سؤال قبل هذا طبعا قبل الليك طبعا معاك يا امير بسال طبعا على بدر وعلى طاهر وايضا كمان على ياسر ابراهيم وايمن اشرف الحقيقه يمكن قال طبعا بعد الفحوصات الطبيه الاخيره لبدر بانون محتاج يعني وقت كبير شويه محتاج شهر او شهر ونص كمان راحه ومن بعدها يتم عمل فحوصات طبيه اخرى طبعا لبدر بانون يعني الواحد فعلا يعني كورونا امر صعب جدا وما كناش بنعمل اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي طبعا يعني حاطط في الموقف اللي متواجد فيه بدر بانون وايضا كمان احمد نبيل كوكا لكن ده يمكن ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى يمكن بدر عارف هذا الامر قيمته كبيره جدا كابتن فريق ايضا كمان نادي الرجاء نجم كبير في المنتخب المغرب ونجم ايضا كمان في النادي الاهلي فاكيد هو عارف هذا الامر لكن صعوبه شويه ان انت تقعد فتره كبيره جدا يا امير من غير تدريبات ولا تدريبات بسيطه جدا راجل ايضا كمان نفسيا الامر ده ممكن ياثر عليه بشكل كبير لكن ده الدور الاكبر الحقيقه مع مجلس اداره النادي الاهلي اللاعبين الجهاز الفني لان المسانده مطلوبه جدا والاهم كمان والاكبر هو دور جمهور النادي الاهلي اللي بيساند ودعم بشكل كبير جدا فبنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل الحقيقه لبدر بنون وايضا كمان لاحمد نبيل الكوكا يعني الثنائي ان شاء الله باذن الله ربنا يعافيهم باذن الله ويعودوا من جديد وبعد الشهر ونص ان شاء الله باذن الله تكون التقارير الطبيه ايجابيه بشكل كبير جدا ليهم ومنتظرينهم ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي والمنافسه الكبيره جدا في بطوله الدوري العام والبطوله تمام. الافريقيه على جانب طبعا بدر بنون وايضا كمان نبيل كوكا هو ايمن اشرف وياسر ابراهيم بالظبط ده مهم قوي السؤال ده ان هل الاثنين ممكن يلحقوا ان شاء الله المباراه بكره ولا الوضع بالنسبه لهم ايه؟ لا انا اطمنك طبعا بالتاكيد يا امير طبعا ايمن اشرف وياسر ابراهيم متواجدين ان شاء الله في مباراه بيراميدز ومنها ان شاء الله يكونوا مع فريق النادي الاهلي في البعثه المنتجعه الى جنوب افريقيا ويكونوا مشاركين ايضا كمان بكل قوه في مباراه صن داونز اطمنا عليهم من رئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبله على حالتهم البدنيه النهارده بيشاركوا في التدريب لكن على الهامش طبعا التدريب هو طاهر محمد طاهر برضه عايزين ناكد على هذا الامر يمكن طاهر تعرض للسواق في الساحل في المباراه الاخيره لفريق النادي الاهلي النهارده ياخد جزء بسيط من التدريب لكن متواجد غدا ايضا كمان كويس. في قائمه المباراه ومنها ان شاء الله لمباراه صن داونز يمكن التكاتف مطلوب والتضحيات مطلوبه جدا يا امير انت عارف طبعا السواق كدمه كل الامور دي لابد يكون في تضحيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي منتظرينه ان شاء الله غدا في مباراه بيراميدز ورسالته المعتاده والمستمره الحقيقه والهتاف الرائع ليهم لفريق النادي الاهلي سر من اسرار النجاح وسر من اسرار ان هم يقاوموا لعيبه النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي اكيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المتواجدين في قائمه الغد ربنا يحافظ عليهم وتعدي المباراه بسلام وتكون نتيجه ايجابيه وتستطيع النادي الاهلي ان يحصل ثلاث نقاط ومنها ان شاء الله بقى لكل حدث حديث في مباراه صن داونز اللي بنعملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله يا كريم في الحقيقه مداخله وافيه جدا جدا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المميز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره قال لنا تفاصيل كتير قوي بصراحه تتعلق بمران النهارده وبالاصابات كلها اخبار جيده وبالتحديد فيما يتعلق بياسر وايمن اخبار برضو سعيده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تواجدهم في مباراه الغد بنسبه كبيره